فاتخذوا بسبب ذلك نظريات زعموا أنها علمية تطور البشرية وتطور العالم، وهي أفشل نظريات على وجه الأرض ولا علاقة لها بالعلم لا من قريب ولا من بعيد، كنظرية التطور أو نظرية أصل الأنواع النجرة داروين، وشالوها ناس ماركس لأنه الماركسية لما بدت والشيوعية لما بدت ما كان عندهم جهة علمية يستندوا عليها، فماركس مشى قرأ كتاب أصل الأنواع بتاع داروين وقال والله يا أخي دي وهمة في شكل قلبة ممكن نتبناها عشان الشيوعية تظهر في نظر المجتمعات إنها علمية. مشى جاله النظرية، والنظرية خلاصتها إنه أنتوا يا مسلمين القاعدين قدامي كنتوا قرود، جدك كان قرد وحبوبتك كانت قردوية، دي خلاصة النظرية. والغريب النظرية دي بتبناها القراي، هو عنده شبه كبير من القرود لكن النظرية اللي بتبناها دي باطلة أصلا، ما عندها علاقة مع الصحة يا جماعة ولا عندها علاقة مع العلم أبدا بالمناسبة، وكل العلماء أبطلوها في وقتها وأبطلوها لحد الليلة. إنسان كان قريت كيف؟ الإنسان ما كان قريت، الإنسان ولد من آدم وحواء، وآدم وحواء خلقوا من طين، قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من شنو؟ من طين، ما من قريت. فالنظرية دي بتكذب القرآن، بتكذبوا، نحن جينا من آدم وآدم زي ما قال القرآن من طين، ونحن ولدنا من آدم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي نفس آدم وخلق منها زوجها حواء، خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر الأعلى كما في الحديث، وخلق منها من نفس آدم زوجها حواء، وأصلا اسم حواء معناه الذي خلق من شيء حي، ده معنى اسم حواء أصلا، لأنه آدم خلقت من ضلع آدم، ضلع آدم الأقصر الأيسر الأعلى كما في الحديث، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا، منهما من آدم وحواء منهما رجالا كثيرا ونساء، ما في قريت هنا، ما في قريت، القرود دي براها سلالة، إذا كان الشيوعيين وناس القراي ولدوهم من القرود هنيئا لهم، نحن جينا من آدم نبي، أول نبي إلى أهل الأرض، لأنه ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم، مكرم أنت تجي تاني ترجعين تقول خلقونا من قرد، والقرد كان حشرة عفنة في مستنقع عفن، براكم عفنين أنتوا يا ملاحدة، نحن مكرمين كبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. فدي النظرية الأولى اللي قاعد يغشوا بها الطلاب، وطبعا الزول لما يجيك باسم العلم بيركب فيك وهمة، العلم والتطور والتكنولوجيا، وهو زول وسخان ساكت، فلازم الناس يفهموا الكلام ده يا اخواننا، النظرية دي ما عندها علاقة بالعلم. النظرية الثانية اللي بيوهموا بها الطلاب في البلد دي وفي غيرها ولافين بها، قالوا هنا في القهاوي الجمهوريين والشيوعيين، نظرية قال الانفجار العظيم. طبعا لما تسمع كلمة العظيم دي انت بتتخيل انه حاجة كده، يعني حاجة كده قوية، وهمة برضو، وبديك لا من كلامهم هم من كلامنا احنا يا اخواننا. اول حاجة النظرية دي اسسها كاهن قسيس يتبع للكنيسة الكاثوليكية بلجيكي اسمه جورج لوميتر، المهم اسم عجمي في النهاية، قسيس وكاهن كاثوليكي في بلجيكا سنة 1927 ميلادي، قام أظن نصيحة وقال يا أخي الكون ده أنت عارف كان، قال ذرة صغيرة وبفعل من التمدد والحرارة سخانة شديدة
قام سلطت او اتسلطت على الذره دي، والسخانه لما تتسلط على الحاجه بتتمدد، فالذره اتمددت وبقت كبيره وكبيره وكبيره، وبم اتفجرت عملت الكون، الشجر والانسان والجن والبحر. طيب يا شيوعي، انت قلت الله ما في لانه ما شفناه، كيف تكون نظريه الانفجار العظيم فيه؟ وجورجو لوميتر ده سنة 1927 ما شاف نظرية الانفجار العظيم. انتوا قلتوا الله ما في لأنه ما شفناه وما نؤمن إلا بالمحسوس. طيب جورجي ده ما شاف الانفجار ده لما انفجر، شافوا يا جماعة؟ طيب كيف آمنتوا إنه انفجر وبقى انفجار عظيم؟ ده تناقض ولا ما تناقض؟ انت عارف جورجي لوميتر ده لما سألوه قال له طيب الانفجار ده حصل بتين، حك راسه كده قال حصل قبل 13 مليار سنة بوين 8 مليار سنة. يعني حصل قبل 14 مليار سنة إلا حبة. وجورجي ده هل كان عايش قبل 14 مليار سنة وشاف الانفجار؟ لا. طيب أمنتوا به كيف؟ وإنتوا قلتوا الله ما مؤمن به لأنه ما شفناه، وجورجي ده ما شاف الانفجار ولا إنتوا شفتوه، يبقى امنتوا بالانفجار العظيم كيف؟ لافين به في القهاوي هنا وفي الجامعه. الكلام ده منطق ولا ما منطق يا جماعه؟ منطق. وطبعا دارين يصلوا لشنو يا جماعه؟ انه القرد الانسان كان قرد، والكون ده انفجر براو، ما فجروا احد وبقى براو. دارين يصلوا لشنو؟ انه الله ما في، لا اله والحياه ماده. النظريات دي كلها داري أصلوا بها للإلحاد، إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. دي خلاصة الموضوع. نسألهم تاني سؤال بلا عقل بس، نحن لسه ما جينا للقرآن والسنة، بلا عقل بس. إنتوا قلتوا الكون كان ذرة، وجات سخانة سخنت الذرة اتمددت واتفجرت بقت كون. الذرة جابها منو؟ الذرة جابها منو؟ والسخانة اجت سخنت الذرة دي، السخانة دي اتسلطت منو؟ والحضرة منو؟ إذا جاوبتوا على السؤال ده نحن بنبقى معاكم شيوعيين والله الذي لا إله غيره، ونبقى معاهم جمهورين إذا جاوب على السؤال ده بس. إذا قالوا صدفة، صدفة لا يمكن، لأنه يا جماعة كون قدر ده وتجيه حرارة وكان ذرة، لا يمكن حرارة تجي وتتسلط على الذرة دي بس وتنتظرها لحد ما تكبر وتفجرها ويطلع منها إنسان وحيوان وتماسيح حقيقة ومجازا وبلاوي تطلع، ما ممكن أصلا، لا يمكن الصدفة تعمل كده. إذا قلت براو سوى، ما ممكن براو سوى، لأنه الذرة اللي كانت البيجت كون دي كانت معدومة، والمعدوم في القاعدة المنطقية ليس بشيء، فكيف يكون الشيء الذي ليس بشيء أن يوجد شيئا وهو لم يكن شيء؟ لأنه كان ليس بشيء، مش هو كده؟ فهذا الناس فشل ساكت، واحد فاشل يا أخي فشل، والله ما في أفشل من الشيوعيين والملاحدة ديل.